أنا أوصي إخواني وأخواتي أن يكون لهم حرص شديد على تربية أبناء مؤمنتهم، أن يخصصوا لهم في كل يوم، خصوصا الآباء من الأم فهي لصيقة بأبنائها وبناتها، أن يخصصوا لهم ولهن سويعة ولو 10 دقائق في اليوم بشرط المواظبة، يجلسون إلى أبنائهم وبناتهم يسألونهم عن حالهم ويسألونهم عما ترأى في سيرهم الدراسي وما ترأى في البيت، ويحدثونهم لكي يستدرجوهم إلى تلك العشرة الخصبة النافعة، ولكي يبثوا فيهم عادة الصلاة، عادة تكون عادة ثم تصير عبادة، أن يصلي في وقته، وقت الصلاة، ثم حفظ القرآن وما إلى ذلك. وصيتي للآباء كوصيتي إلى سائر أخوينا وأخواتنا الأمهات، ثم على أن نرجع إلى الأسئلة إن شاء الله. أوصيهم بتقوى الله عز وجل، أوصيهم بالصلاة أولا وبإتقان شروط الصلاة ابتداء مما يبدو لنا بسائط الأمور، رحمك الله يرحمك الله، ما يبدو لنا من بسائط الأمور وهي من عظائمها الطهارة، طهارة الخبث ما هي، طهارة الحدث ما هي، الوضوء كيف، الصلاة أوضاعنا في صلاة كيف، هذه أمور يعني أحيانا بل دائما نخطئ ونغلط فنظن أن الناس يعرفون الوضوء والطهارة والصلاة من الأمور البسيطة، يعلمها للطفل في السنة السابعة فيموت أحد وآخر وصل 70 وما عرف الطهارة ما هي ولا عرف غسل الجنابة، وربما كان يصلي وهو بجنب وامرأة حائض ولا تعرف كيف تغتسل، يعني خجل خجل قال الحياة حشوما نقول هذا، يعني نستعظم أن نقول الإنسان الوضوء هكذا وقبله كذا وكذا وطهارة الخبث كذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه سنته ونبدأ بهذه الأمور لأنها صلب الدين عماد الدين الصلاة، والصلاة بدون وضوء باطلة والوضوء بدون طهارة الخبث وطهارة باطلة. ثم أوصي الإخوان بالقرآن الكريم والأخوات حفظوا القرآن الكريم فهو خير زاد لكم إلى آخرة وتزودوا فإن خير زاد التقوى وتقواها هنا، وحفظ القرآن لفظان وغايتان ومعنان وتدبرا، ويفتاحه اللغة العربية، يفتاحه يفتحه فهم القرآن اللغة العربية وذوق اللغة العربية، إنه كلام الله عز وجل القرآن الكريم ليس كلاما كسائر الكلام، لكنه كلام يخاطب كل شيء فيك وفيك، يخاطب جوارحك السمع والبصر عندما تقرأ المصحف، يخاطب فيك خيالك وذوقك الأدبي بعبارته الجميلة، يخاطب فيك همك في الدنيا وهمك في الآخرة، يخاطبك بما ينفع في الدنيا وفي الآخرة من شرع الله عز وجل وحفظ محارم الله عز وجل، يخاطبك بما تتقرب به علم الله سبحانه وتعالى. إذا أوصي بحفظ القرآن، أوصي بمجالس النصيحة واظب عليها، واظب عليها خاصة من كان منكم من في دائرة السياسية، يعني من يشتغل بالجانب العدلي من جماعتنا، لا ينسى الجانب الإحساني في تربيتي الشخصية. أوصيكم بدعاء الرابطة حافظوا عليه، تبخلون على أنفسكم بفضل عميم كبير وبمؤنة قليلة وشره بثمن بخس
سعوه شكون هو سيدنا يوسف جمال جمال جدو عربيتا نشريوه نبيعوه بثمن مخصين مشيو نريحو شويه بلا جاك عربيتا نوض في الليل ولا بين العشاءين ولا في وقته لا 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 فهذا الفضل كبير نوصيكم بدعاء الرابطه حافظوا عليه باش تشوفوا الفضل ديالو في اخر هذه الجلسه ان شاء الله بعد حين سنصرع في سماع الدروس الغيبيه. شنو الدروس الغيبيه؟ ما ياتي الله به عز وجل في المنام ولا قلط من رؤى صادقه ومن مشاهدات نرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنا ويعلمنا مباشره كنا جالسين معه ونخشع لذلك ونعظمه. وأوصي إخواني وأخواتي برضا الوالدين باستجلاب رضا الوالدين. رضا الوالدين نسخة الوالدين ما يربح شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن كان منكم أيها السامعون في الشبكة وحاضرون معنا كان بينه وبين والديه سوء تفاهم فليسرع إلى الاسترضاء والتحبب والتحنن. أذكر عندما كنت في الخراق من كان يحن عليك؟ الأم، لأنها كبرت وأصبحت تقول لها أف تنهارها ولا تكرمها سحقا 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 إلا أن يتوب الله عز وجل. يتوب الله عز وجل ثم أوصيكم بتبليغ الدعوة فإنكم أمرتم بذلك. أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال بلغوا عني بلغوا. فإذا لم تفعل فإنك لن تطيع الله وذلك ونجاحك في الآخرة وفلاحك الأبدي مشروط باتباعك وطاعتك لله ورسوله. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين شهداء الصالحين. الطاعة اللي هي فرائض عينية لا بد منها الصلاة أولا ثم ما فرض الله عليك من زكاة وصيام وحج وحسن خلق إلى آخره. ولكن الطاعة الكاملة هو الطاعة في كل ما أمر به. في بدايات الإنسان المؤمن والمسلم ما يسمعه من أمر الله وأمر رسوله يستعين به. والفقهاء كيقولوا لنا يقول الفقهاء هذا فرض هذا سنة هذا مستحب هذا كذا. ولكن الإنسان إذا كان عنده اتباع كامل للمصلحة ويعلم علم اليقين أن فلاحه ودرجاته في الآخرة رهن باتباعه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل شيء اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ديروا ما نقولش واش هذه سنة ولا مستحبة ولا لا كل شيء فريضة. قال لك بلغ بلغ بلغوا عني والآية يستحوا من الله يحقق الحياة. الحياة قال لك استحي يستحي قال حاجة اللي قال بأن ما نقولش هذه غير سنة ولا هذه غير مستحبة لا لا. في الأول المسلم اللي جاي عاد بقي عربي بقي مازال ما رزقش كله صلاة وشي الآخر ما تيسر. ولكن احنا كنا بين نكون رجال خصنا نعطيو كل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا صافي. وأوصيكم بالإحسان إلى ذوي القربى وأقرب الناس إليك زوجك وأقرب الناس إليك زوجك بعد أبويك. بعض الناس كيقفروا يعني كيشكي وقال لك أنا حالتي ما مزياناش وقلبي مكدر وقلبي مظلم ولا يعلم من أين أوتي. ما ماشي أوتي يعني غلط فيها العربية كنقول العربية أين أوتي يعني منين جاتو الضربة منين ظلم الناس لماذا قلبه مكدر أذنب ولم يستغفر فيما بينه وبين الله أو ظلم ولم يسترضي من ظلمه ولم يرجع الظلام ولم يرجع الظلام فقلبه يبقى مكدر. قال لك سيدي جا قال لك انا قلبي موسخ ومكدر وما كان الذكر ديالي ماشي هو هذاك وما كان ندير والو ما مزيانش شو واش درتي؟ درتي مع الوالدين مع ذوي القربى الزوجه هي الاولى
وكنقول للإخوان في بعض الأحيان بكلام بليغ في بساطته، يبغى منكم يكون أقبح الناس تقريبا سهلة يكون كفز في الناس، ولا هي المكفسة في النساء، يسيء إلى زوجه، يعامل هذه المرأة بالظلم وبالقسوة قال لك أسير الله تعالى قال له اضربوهن، يا البدو اضربوهن إذا كانت هي دابة وانت دابة، ما إذا كنت بشر غير موعظة في وهذه اللطفة من نجيبوها شوفوا الله يعطينا حسن الخلق، أحسنكم أقربكم إلي مواطئ يوم القيامة كما قال مقاعد يوم القيامة، مقاعد منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا الذين يلفون ويلفون، خيركم لأهله إيه، ولو يقول شركم يعني كفص القضية مع الزوجة وانت يكفص القضية مع الزوج، يجي يقول له تكلفه ما لا يطيق، يبلينا وعمل شن النهار اللي يضيق، وهي هو يقول لها انت المسخوطه مشكون اللي سلطني عليك سلطك عليا، والسلام عليكم، وهناك كتفسد الاسره وكيفسد المجتمع وكيفسد كل شيء، هذه هما كلها نتواصل بها، لانه لا خير فينا الا من نتواصل بالحق والصبر. وارجع الى البني الصغير الشاب الذي طرح سؤال تربيه الابناء، اذا ما كانت الاسره صالحه، إذا كانت في الأسرة شنآن بين الزوج والزوجة، ينشأوا الأطفال في جو كدر، فكيف تربيهم إذا كان جو كدرا؟ فإذا جوابا على سؤال الشاب الصغير، تربية الأطفال لا بد أن نهيئ لهم أولا عندما نتزوج نختار الزوج الصالحة، وهي عندما تختار لا تختار صاحب المال وعنده الطوموبيلة وعنده المرسيدس وعنده الفيلا، لا واش راجل صالح ولا ماشي صالح، وإلا غادي تندم في الأخير، ويختار له أحسن الأسماء وهي له جو في الأسرة لإصلاح التربية ديالو على الصراحة. يا يسوع نفسه اطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.